أعطينا أكثر من الحجم التي تستحق. جيبور حنا أعطيناه عرض، كل عرض ديالنا على حسب الإمكانيات اللي عندنا وباتفاق مع المدرب. قال هو تيقول لك ما كاينش غير جيبور، كاين بزاف ديال اللاعبين، إلا أنني أنا تنمشي لجيبور لأنه كيف ما كيقولوا صحيح مجرب، أنه حنا جربناه وبلا البلاء الحسن، ولهذا حنا تشبتنا به. إلا ما جاش عطى الله الواجهات، حنا عندنا لي بلون آخرين إن شاء الله غادي نكونوا موفقين فيهم. وشوف هذه الإشكالية ديال المهاجم اللي كيعاني منها جميع الفرق العالمية ماشي غير الوداد، لان كاع جل المهاجمين كتعرف السومه ديالهم كتطلع في الوقت اللي كيبليو البلاء الحسن مع الفرق ديالهم وتنتقلوا بسرعه لفرق اخرى. اذا انت كتشوف كاينين عندنا مهاجمين، ولكن احنا بغينا مهاجم ماشي في القيمه ديال جيبور، احسن من جيبور. الا ما كان جيبور نلقاو شي واحد احسن من جيبور. نتمنى اننا ما نخطئوش هذه المره، لهذا احنا كنطريتو.